ما إن تبين الخيط الأبيض من الأسود بخصوص مشروع قانون المحروقات الجديد، انصبت كل الأنظار نحو الشق المتعلق بالجباية، خاصة بعد أن علم الجميع أن المشروع جاء بجملة من الإعفاءات هدفها تخفيف العبء الجبائي على الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة بالجزائر. إعفاءات جعلت كثير التساؤلات تطرح بين الجزائريين عن مصير مداخيل البلاد من الجباية البترولية، وبعد هذا التخفيف هل سنراها تتراجع لتزيد من معاناة الخزينة العمومية؟ أسئلة نقلناها لمعدي القانون فكانت إجابتهم كالتالي: الجباية هذه سوف تطبق على العقود الجديدة ولن تكون بأثر رجعي على العقود التي هي جارية، يعني سواء العقود التي أمضيت تحت غطاء قانون 4614 ولا تحت غطاء قانون 0507، يعني ما يكونش هناك تخوف حول مداخل الدولة التي تتحصل عليها من الحقول التي هي في الإنتاج حاليا. منح الصفقات بالتراضي للشركاء الأجانب هي الأخرى أثارت كثيرا من علامات الاستفهام التي غذت بدورها الشكوك، فكيف يفسر خبراء سوناتراك هذه النقطة؟ أعطينا الحق لمباشرة مفاوضات مباشرة بين الشركة المعنية التي يعني عندها أننتيري بور أم بروجي أننتيري بور أم بيريمتر بيان ديترميني، نروحوا نتناقشوا معها ونفاوضوا معها مباشرة. اولا راح يجيب الاستثمار وراح ياخذ مخاطر، يعني ما راحش نمدوا له هديه، قال لك احنا ما ندينا له هديه، لا بالعكس، سي با ان كادو كون فال دوني ان بارتنير، بار كونتر اي سورا اوبليجي دو فار ان بروغرام ديكسبلوراسيون اي فا بروندر ان ريسك افيك نو، يكون تحت يعني اعين النفط اللي تعطي الموافقه نتاعها على العقد، من بعد هي تسلمه للوزير، راح يدرسه الوزير الذي بدوره يسلمه الى مجلس وزراء الذي يعني يعطي موافقته النهائيه عن طريق مرسوم رئاسي. التأخر في إخراج مشروع قانون المحروقات من ظل مكاتب مهندسيه وترك الغموض يحوم حوله جعل الريبة تسكن قلوب الجزائريين، غيرة منهم على بلدهم وثرواته. واليوم ها هم كوادر وخبراء قطاع الطاقة يوضحون محتوى هذا القانون وتفاصيله، ليتسنى للخبراء المستقلين إبداء رأيهم تقنيا واقتصاديا بعيداً عن التكهنات.